كوكو، صباح الخير حبيباتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال كيف العاده. اليوم غادي نبارطاجي معكم روتين خفيف ظريف. راكم عارفين البنات الجو بدا كيسخن، دونك كنحاول ما امكن انه نبارطاجي معكم النهار ديالي كيف ما هو كيف ما كيدوز، او الروتينات ديال الوصفات اللي غادي تقدر تكون خفيفه ظريفه على قلبكم، ما كتطلبش مجهود، ما كتاخذش وقت، وفي نفس الوقت تقدروا تاخذوها كوجبات اللي تانتغريوها في المنيو ديالكم. دونك اليوم غادي نقترح عليكم البنات هذا الكباب اللي ساهل والوليدات كيحماقوا عليه، وهو تقدري ديريه فاش كيكون الجو سخون ما غيشدش ليك بزاف ديال الوقت البنات في التحضير. طريقه سهله وبسيطه ومقادير اللي تهي زوينه بزاف وما كتطلبش بزاف ديال الحوايج. البنات هاد الكباب هذا غادي نوجدو غادي تحماقوا عليه، دونك فو بوفي لا كومباني مع سلطه مع فريت مع اي حاجه بغيتوها. طريقه ديال التحضير البنات راه ما كتطلبش مكونات كبيره، غادي نستعمل الكفته ديال لاداند كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للكميه غادي تستعملوا على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم، فانا هنايا تقريبا خديت واحد 700 غرام ديال الكفته ديال لاداند اللي انتم عارفين راه ماشي كلشي كيبغي داك المذاق ديال الكفته ديال لاداند. مي كنعاود ناكد عليكم انه بهاد التوابل هادي الصراحه كتجي روعه 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 وغادي تحماقوا عليها. فدونك البنات عندي كميه ديال تقريبا 700 غرام ديال الكفته ديال لاداند اللي غادي نضيف عليها نص بصله مشلضه البنات اللي غادي تكون صحكوها. انا ما كنفضلش نحكها، فانا كنقطعها فغيمو رقيقه بزاف، يعني كنشلضها وكتكون رقيقه بزاف. فعندي البنات الفرماج احمر او غرويير، انتم تقدروا ديروا اللي بغيتوا البنات. فانا هنايا خلطت فرماج احمر وخلطت غرويير وزدت عليه البنات بيضه شويه ديال القزبر ومعدنوس البنات محكوكين مقطعين او مطحونين كيف ما عندكم. انا ما كنفضلش يكونوا مطحونين في مولينكس لانهم كيكونوا ميهين، فديكو كنبغي نقطعهم تقطع اللي هو رقيق بزاف. كنضيف كذلك البنات شويه ديال الملحه ديال البزار ديال الكركمه وكذلك شويه ديال التحميره باش كنعطيو اللون. المهم البنات لو ديطاي في هذه الكفته هي انها ضروري البنات باش ما تشتتش ليكم، ما تنساوش ليا البيضه راه مكون اساسي والفرماج مكون اساسي. بالنسبه للطريقه ديال التحضير فهي سهله وبسيطه، كنشدوهم كنشكلوهم على شكل كويرات. انا كنستعمل البنات هذا العود هذا كيساعدني في انه كيعطيني داك الشكل ديال الكفته ديال الكباب بسهوله. دونك نتوما خذوا الى عندكم عود بحال هكا، الا ما عندكمش راه غادي ديروها كواري بيديكم وتشكلوها وتحطوها في المقله. دونك البنات هنا درت شويه ديال زيت العود وغادي نقاد الكفته ديالي كامله. الصراحه كتجي رائعه. البنه ديالها اكسترا اوردينير مع الفرماج احمر البصله القزبر ومعدنوس توابل على حسب الاختيار. مي انا كندير فيها شويه ديال التحميره شويه ديال الكركمه شويه ديال الملحه وديال البزار، فيعني ما كنخلطش قوه التوابل. بيان سور الدوزاج ديال الملحه البنات ما نساوش اننا راه زايدين الفرماج احمر وزايدين الكريير، فديكو سي سالي. دونك الملحه نديرو غير القياس وندوقو. دونك هذا ما كان البنات، غادي نشكل الكواري ديالي بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي تشوفوا الطريقه ديال التقديم ديالهم. نتوما تقدروا تقدموهم كيف ما بغيتوا، فانا كنقدمهم البنات افيك دو بان ليباني. نتوما تقدروا ديروهم لوليداتكم في ان راب، ديروهم المهم بالطريقه اللي بغيتوا، واخا غير هكا كينات اكومباني بالفريت راه كيجيو روعه. مي هادو سبيسيالمون باش انكم ديروهم على شكل كباب وترافقوهم بلو بان ليباني، كيجيو زوينين على شكل ساندويتش. دونك فوالا خفافين في الوقيته ديال الصيف. دونك البنات هذا هو الروتين ديال اليوم. وليداتي راهم هبطوا يديروا
شويه ديال لي زاكتيفيتي دونك نعرفها ملي غادي يطلعوا غادي خصهم لو غوبا يكون موجود. فديكو هذا هو لو غوبا ديال اليوم بارطاجيت معكم لانه من الافكار اللي هي بسيطه سهله تقدروا غابيدمون ديروها لوليداتكم في اي ساعه في اي وقت من لا جورني. دونك البنات بالنسبه للموافقات كيف ما قلت لكم فكيبقاو اختياريين، انا هنايا غادي نرافقهم بدي فريت و سلطه. دونك هذا مكان بالنسبه للروتين ديال اليوم انا كيف ما العاده بارطاجيته معكم كيف ما هو. كنتمنى ان الافكار اللي كنعطيكم تكون زوينه ومحفزه وانها تفيدكم. كنعاود نذكركم البنات كيف العاده ما تنسونيش من لايك لا فيديو الى عجبكم لو بارطاج كذلك، وتاكدوا من انكم ابوني في القناه باش دائما يوصلكم كل ما هو جديد ديالي. كنقول لكم كنبغيكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل مع روتين مقبل. وما تزابيوش خليكم حتى الاخر الفيديو وعطوني رايكم في التعليقات بالنسبه للوصفه ديال اليوم. غو بيزو يا تري بيانتو باي.